شكرا جزيلا. معكم سيد الحمداوي، مدير ثانوية الرازي تأهيلية بسطات. بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة الأنباء على هذه التغطية لهذا الحدث الجميل بمناسبة احتلال تلميذة شيماء البحياوي على الرتبة الأولى وطنيا شعبة علوم فيزيائية خيار فرنسية. لابد أن أتقدم بأحر التهاني للتلميذة شيماء البحياوي ولأسرتها ولأساتذتها إدارتها وكذلك سي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على مديرية سطات الذي يدعم كل مبادرات تهم تمييز التلميذات والتلاميذ بالمؤسسات التعليمية. شيماء البحياوي هي تلميذة خلوقة منضبطة ذات تتميز بالسلوك الحسن داخل المؤسسة. تلميذة قليلة الظهور في الساحة على مستوى الساحة والممرات، نراها كذلك وهي فقط وهي تلج الباب الرئيسي للمؤسسة وداخل الفصول الدراسية. هي تلميذة مواظبة لم تسجل عليها ولو ساعة غياب طيلة الموسم الدراسي، منخرطة في برنامج الدعم الذي تسطره المؤسسة منذ بداية الموسم إلى نهايته. التلميذة شيماء البحياوي الأب ديالها هو كذلك رجل تعليم، هو مدير مدرسة ابتدائية بمديرية برشيد، ولكن يقطن بثانوي يعني يقطن بمديرية بمدينة سطات. بطبيعة الحال شأنه شأن باقي أولياء الأمور، مهتمون بالمواكبة والتتبع ديال البنت ديالو داخل المؤسسة وفي تواصل دائم معنا. سر نجاح ثانوية الرازي التأهيلية، أقول بأن ثانوية الرازي التأهيلية ليست هذه المرة الأولى التي تحصد فيها أو تحصل على هذه المراتب، ففي السنة الماضية كذلك حصلت على الرتبة الأولى إقليميا في شعبتي علوم فيزيائية خيار فرنسية والثانية علوم رياضية ألف. تلميذة أمال نور الهادي شرفت المؤسسة وشرفت المديرية، كذلك هي الرتبة الثالثة وطنيا. كذلك يوسف المريد الذي حصل على الرتبة الأولى إقليميا شعبة علوم رياضية خيار فرنسية ألف. أقول أن سر وهذا الموسم بطبيعة الحال تلميذة شيماء البحياوي التي حصلت على الرتبة الأولى وطنيا، سر هذا النجاح أقول باختصار أن النجاح والتميز ليس وليد لحظة، وإنما هو سيرورة يبنى ونشتغل عليه منذ بداية الموسم من خلال تصدير برامج متنوعة، خصوصا برنامج الدعم التربوي والمواكبة النفسية للمتعلمين والمتعلمات، وانتهاء كذلك بإجراء مجموعة من الامتحانات التجريبية في نهاية الموسم. أقول أولا هنيئا للناجحات والناجحين خلال الدورة العادية من هذا الموسم، وأقول للمستدركات والمستدركين أن الفرصة لا زالت أمامهم سانحة وأن بإمكانهم الحصول على نقط ومعدلات إن شاء الله مشرفة خلال الدورة الاستدراكية. ينبغي فقط الاشتغال بجد واجتهاد، والمؤسسة تبقى رهن إشارتهم من خلال تصدير برنامج للدعم خلال هذه الأيام بدءا من هذا الأسبوع. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.